عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون أموركم كلها بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم عندنا ثوب جوهرة، وثوب جوهرة بزاف الناس كيلقاو مشكل في الفصالة ديالو، داكشي علاش فيما كان عندي يعني كتفوت واحد الفترة وكتكون عندي ثوب جوهرة، كنبغي نشارك معكم الفصالة ديالو. علاش الفصالة ديالو مميزة ويعني ماشي بحال الفصالة ديال أي ثوب، يعني على حساب الخطوط ديالو وعلى حساب انه ما فيهش العرض وفيه الطول. يعني كتلقاي ثوب جوهرة الطول ديالو من 3 متر حتى 3.5، وممكن يكون اكثر، يعني 3 متر هو المينيموم. علاش؟ لان فيه العرض ديالو لا يتعدى، هانتوما لا يتعدى متر و10 سنتيم، يعني خاصك تمشي على حسابه، لانك ملي كتفصلي الامام بعض المرات ما كيبقاش لك الخلف على حساب الطيات ديال الموديل اللي عندك انتيا. الا كان الموديل رقيق وضعيف كيبقى لك الثوب باش تخدمي على راحتك، الا كانت السيده غليظه راه ديري اتونسيون من الثوب، يعني ضروري خاصك تراسي الكميموم الاولين عاد تشوفي الظهر والامام تراسي. راسي هو الاول، ما عمرك كتبداي بالمقص، هو الاول في ثوب جوهرة بالضبط. دابا ان شاء الله حنا غنبداو معكم ثوب هاد الفصاله اليوم. هاد الفصاله هاد الموديل اصلا ما غليطاش، ولكن بغات الثوب طويل، بغات القفطان طويل، يعني من خوي ديال المناسبه عروسه هاتيك الله يكمل ليها بالخير ان شاء الله. وعندنا يعني الطول يعني القفطان ديال المناسبه. غادي نبداو معها الفصاله ديالها، عاد كنحيدو 8 سنتيم ديال العطفه وكنمشيو. انا كتشوفوني كنستعمل ستيلو لان عندي طباشير ابيض، ما غيبانش لكم مزيان في الثوب، ولكن انا رطبت الثوب على الكفه ديالو ماشي على الوجه ديالو. وهذا القفطان ان شاء الله غادي تخدم بالمعلم والكتر فيه، وغادي نشارك معكم ان شاء الله صوره وفيديو في الانستغرام زايمود. حيت علاش؟ حيت فيه الوقت باش غيتخدم. نشارك معكم الفصاله والموديل طالع، غنشارك معكم في الانستغرام. دابا غناخذوا العطفه 8 سنتيمتر هي هذه، وكناخذوا الطول الكلي ديال السيده. كما قلنا بغاته طويل، غتكون فيه متر ونص زائد 10 سنتيم، يعني متر و60 سنتيم. نجرب شويه هنا باش يبان لكم مزيان، هكا ها هو التراساج ديال المترو و60 سنتيم. الا جينا نعبروا شحال بقى لينا هنايا، غادي تبقى لينا لان فيه 3 متر ونص في الطول، 3 متر ونص في الطول. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غنفصلو وكيفاش غنخرج الظهر، كيفاش غنخرج الكمام حتى هما. عندنا الكتف ديال السيده 42 سنتيم مقسومة على 2 زائد 1 سنتيم، هي 22 سنتيمترات. كنهبطو بثلاثة سنتيم ديال الكتف هكا، كما قلنا كنهبطو بثلاثة سنتيم ديال الكتف ديالنا. من بعد كناخدو الكول 8، والكول ديال الأمام غناخدو فيه 10 سنتيمتر، لأنها بغات الكول داير وفي افتحاء ديال العنق هنايا، غتكون مع الخدمه ديال السفيفه وديال الكترفيل اللي بغينا. غنهبطو بالكتف المائل ديالنا، ومن بعد كنمشيو ناخذوا الصدر. الصدر عندها 92 سنتيم، 92 سنتيم مقسومه على 4 زائد 4 هي 27 سنتيم. غنحطو 27 سنتيم بحال هكا، غنزيدو شويه لان السيده يعني ضعيفه، وتقدر هي باقا عروسه وتقدر تغلط من بعد، واللهم نزيدوها سنتيم. وعلى حساب انه حتى هو كيتحزم ملي كتبغي القفطان كيتحزمي عليه، من الاحسن يكون شويه عريض. علاش؟ باش تكون ديك النخوه ديال الكشكشه اللي دايرها المضمه ديالنا. التركيز ديالها عندها 22 سنتيم، ها هو. كنهبطو ب 12 سنتيم، وكناخدو دورة الحزام 8 سنتيم مقسوم على 4 زائد 4 هي 24، غادي نديرو 25 سنتيم.
وكنهبط ب 24 سنتيم باش ناخذ الحوض اللي هو 108 مقسوم على 4 زائد 4 اللي هي 31 نديرو حتى 32. غنمشيو للجليل لان غتكون عندنا فتحه القدام. قبل ما نمشيو للجليل غنطراسيو هذا الشيء اللي درنا، علاش؟ باش غادي نجرب الثوب حيت طويل وعاد غدا نخدم لكم الجليل على خاطر هانتوما البنات دائما ملي كيكون التركيز صغير يعني البيروكي راه ما كيخدمش مزيان الا في حاله الا خرجتيه شويه. انا كنخدم بشويه لان هاد الثوب راه حرير، جوهره حرير طيحه غزاله، كتباع عندنا هنايا حدايا في محلات خليل. اللي بغى يجي يتقدى لهذا الشيء راه غزال وباثمنه مناسبه ان شاء الله. من بعد غادي ندير لكم واحد الجوله في المحل على هاد الاثواب ديال المناسبات. غناخد هانتوما البنات كما كتشوفوا غناخد جلي عريض، يعني نقدر ناخد حتى 50 سنتيم باش يكون القفطان منخوي لينا وديال المناسبه كيف قلنا. هانتوما كما كتشوفوا البنات الطراساج ديال الامام هو هذا، وفي نظرك هذا الكتاف ديالنا غادي يقدر يجي حتى لهنا حتى لهنا حتى لهنا. دونك هذا الاسباس كله حتى لهنا كله استفدنا منه في القفطان. في حاله الا كانت السيده غليظه وواصله لينا العبارات ديالها حتى لهنا راه داكشي علاش ما تتقدناش الجوهره. هانتوما انتبهتوا لهاد المساله اللي كنديروا، جوهره ملي كتكون السيده عريضه كتشد لينا الثوب كله وما كتخليش لنا الاسباس فين يدخل الخلف ديال القفطان ديالنا. داكشي علاش حنايا ملي كتكون السيده ضعيفه كنخدموها على راحتنا، اما ملي كتكون السيده غليظه ضروري من التراساج. ملي كتراسي الامام كتشوفي مني كتشوفي الكتاف فين غادي يجيو، واش هنا ولا هنا ولا هنا، وكتاخدي القيء بحال هكا تاخدي نقطه هنا وتمشي بالطول اللي درتي في الامام كله وتشوفي الكميط واش باقي ليك ولا لا، حيت دائما كتخدمي على الطول ديال القفطان على حساب الخطوط ديالو. هذه من المساله. دابا كما كتشوفوا انا تراسيت الامام صافي. انا غادي نقطعو احسن غادي نقطعو بهذا المقص الصغير، لحقيتاش مقص كبير شويه كي كما قلنا البنات في الاول الطول ديال القفطان ديالنا هو 168 سنتيم، يعني 8 سنتيم ديال العفه و 60 سنتيم. دابا حنا غنجيو من هنا من هذه النقطه ديال 8 سنتيم اللي خدينا وكنمشيو على حساب الجنب ديال القفطان. هانتوما غادي نحلو كله وغنمشيو على حساب الجنب ديالو وكنوجد بحال هذا، يعني وصلنا ل 150 غادي نقلب السنتيم بهذه الطريقه. كما كتشوفوا البنات انا سرحت الثوب مزيان اللي بقى ليا وحطيت يعني الجهه اللي كان فيها الجليل ديال الامام حطيت فيها الكتف ديال الامام هو هذا يعني، وطلعت الفوق حتى ما بقى ليا فين نزيد نطلع بحال هكا شفتوا، يعني
طلعته مزيان وحتى كان ممكن يطلع اكثر. علاش؟ ولكن انا ديجا بقى لي الكمين مزيانين. دابا هانتوما الكمين بقات لي 70 سنتيم كلها، وانا الكموم عندي غير 59 سنتيم. يعني بامكانكم بهاد العبار وبهاد الطاي تفصلي وانتي مرتاحه. دابا كما كتشوفوا حطيت الامام فوق الخلف باش نتراسي بيه، وكما كتشوفوا هذا هو الوجه ديال التبره الرائع، والزوق ديالو الغزاله وانيقه وعصريه وعلى الموضه، يعني اخر ما كاين في ثوب جوهر. دابا غادي نقطع معكم هذا الثوب، هذا الخلف، وكتشوفوني كيف غادي نقطعو. هانتوما البنات، ملي كنوصل التركيز ما كنشدوش نفس التركيز، كنخرج شويه بحال الخلف، كنعاود نخرج سنتيم وكنمشي لازيرو. هانتوما دابا ما كيبانش لكم حيت ابيض، ولكن ها هو الامام ديالنا كما كتشوفوا، ها هو الخلف ديالنا. يعني خليت واحد السباس، وعاود في الكتف ثاني كنخلي سنتيم بحال هكا، عاد كنقور الكل ديال الخشب بجوج سنتيم. هانتوما هنايا خليت سنتيم، ها هو سنتيم كما كتشوفوا هو هذا، وعاود في الكتف حتى هو خليت سنتيم، عاد قورت التقويره ديال الخشب. دابا كملت، غادي ندوزو للكوين. هانتوما كما قلت لكم بقى لي الثوب وافي، وفي حالة لبغيتي حتى الحزام تخرجيه من الثوب، هاد السيدة بغات الحزام بالصم، يعني مضمة ديال الصم غادي تكون. نقادو الحاشية ديال الثوب مزيان باش يكون عندنا الكمين مقادين، يعني كما كتشوفوا جوهرة هانتوما الحاشيات بحال بحال، ماشي بحال ديك جوهرة اللي كيكون هنا مثلا الصم، وهنا كيكون الحرير، وفي الآخر ملي كتخدميه الأمام كيجيك إختلاف في الثوب من هاد الجهة ومن هاد الجهة. الاحسن ديما ملي كتبغي تشري جوهره قلبي عليها بحال هكا. حنايا الفصل ما يمكنش ينقص هذاك لي سباس كله، ولكن الا نقصو ما غيقدكش الثوب. ولكن انت ملي كتشري الثوب مزيان حتى الفصاله كتجي مزيانه، وحتى القفطان كيجيك هو هذا. هانتوما كنبنيه على ربعه ديريكت، علاش؟ حيت ماشي بحال المليفه او الكراك اللي فيه العرض. هانتوما كنحاول ان هذا السباس اللي يكون في الوسط ديالكم يكون نفس السباس. دابا غنمشي لكم ديالي، دائما كنخلو 3 سنتيم، وغادي ندير 60 سنتيم، واخا هي عندها 59 سنتيم غندير 60 سنتيم. علاش؟ ملي كيكون الطرز مثلا ديال كاترفيل او الطرز ديال الرباطي ضروري تيجمع لك كيجمع لك شويه الثوب، وخا سنتيم او سنتيم ونص كيديهم لك. ناخذ التركيز ديالنا اللي هو 22 سنتيم، نهبطو ب 14 سنتيم، نتاكدوا بان هنايا عندنا 22. راس لكم راسلكم غندير لها 15 سنتيم، لان بغات 14 سنتيم غنحيدو سنتيم غتبقى 15 سنتيم ديال الخياطه، غتبقى 14 عفوا. غنصيبو البيروكي التركيز ديالنا بالبيروكي بحال هكا، وعاود هنا غنقادو الثوب مزيان. كنحاول نقول لكم قادو الثوب مزيان لانني غير كنمسو كيهرب ليا، هو ديال الحرير دغيا كي واش
هذا هو الكم ديالنا كما شفتوا البنات. دابا حنا فصلنا ها نتوما هذه الضفات يعني الامام والخلف هما هادو هادو لكم صافي. ومني كتبغي ديري الحزام الحزام حتى هو انا نعطيكم واحد النصيحه على الحزامات اللي كيبغوا الحزامات ديول الثوب ديالهم سورتو ديال جوهره. دابا انت شاطلك هاد الثوب بقى لك هاد الثوب وبقى لك هاد الثوب شي بحال هكا طويل يعني الخطوط خصو حتى في الحزام ديالك يعني الحزام او المجدول يكون طويل. اما بحال هكا مني كيشاطلك مني كيشاطلك بحال هكا على العرض بحال هكا وكديري حزام ما كيجيش زوين وما كيجيش انيق حتى مع القفطان ديالك. ضروري ديري حزام من هاد الجوانب اللي كيشيطو من جنب ديال الفصاله ديالنا باش يكون الحزام زوين مع القفطان ديالك. كنتمنى هاد النصائح اللي قلت لكم على جوهره تستافدوا منها والى الدرس القادم ان شاء الله.